خالي تعال شوي لبرا. ولك ما بتتركوني عد عرق جبيني؟ اسمع لا تنسى نجدت 1,999,997 اتذكر. قديش خالي؟ هلا شوفي برا لشو عم تناديني؟ أنا ما عم ناديك خالي، خالي جوهر عم بيناديك. يا كبير شو جوهر بيك؟ صاير عم تناديني لعندك؟ شو بك لك ابني؟ خالي ما راح تصدق عيونك. ليش؟ عنك عنك يا كبير. ميماتي بيك ولا واحد بيشبهه؟ خالي لو بيشبهه ليش لأتجمد أنا؟ طلعت ورا وقشينا كل الطريق سوا حتى شوفه هو بردان. لك والله في عندك مخ ما في مثله لك جوهر. بوستك صارت قشطمة ماتي يعني ضندرمة. اللي أكلك بالبوري ولا أكلك بالمعلقة؟ خالي عيونه شو رأيك نقطع بسكين الشاورما على الطريقة المرعشلية؟ قهرمان مرعش جوهري، قهرمان مرعش. صاصة سكر الباب بلش يدفى البراد. يعني بتدوب؟ قولتك بتسيح وبتدوب بتقوم بتروح. ايه انت كتير فهيم يا ماتي. ايه معك حق، انا ما بحب البوظة الدايبة منه. يا كبير هجم الشوب يا بي ولي على البوظة هلا دفي عظامي. جوهر إذا بدك تقتلني قتلني مثل الجندي، قوصني برصاص، لا تشنقني مثل المجرمين. حتى هذا الحبل كتير على شرفك. كان يخطر ببالي أبدا إني وأنا رايح على جهنم راح تروح معي مرتك المصونة. بس لا تقلق أبدا، بعد ما ترفض الكرسي اللي واقف عليه راح يديروا بالهم على بنتك أحسن منك بكتير. معلم خلينا نبادلها باسكندر. إذا أنا نزلتك من هون هن بينزلوا إبرو ما هيك؟ إذا بتنزلني من هون بحكي معهم، إذا أنت بتعطيني ميماتي أنا بحاول أقنعهم.
عندي رعب. دنتي أنا حكيت مع ميماتي وقلت له وهو يقبلان إنه يجي لهون. أنت لازم تقبل بهذا الشيء. طالما بين إيديك كل هالأوراق ليش لهلأ ملحق ميماتي؟ مثل ما قلت لك كل ما بكبر بالعمر بصير أعناد. معلم عم يحاول يعمل مساومة. أنا قبلان بالموت. إذا حدا بده يساوم مراد لازم يساوم. ما عندي شيء اخسره بس هو عنده كتير. معلم شو بده منعمل؟ اسكندر ما بيستاهل. ماشي ماشي. اللي هنيك بيدو يسمعونا؟ طبعا. إذا هلأ أنا فكيت الحبل من رقبة اسكندر بصير هذا الحبل رسم برقبتي وبرقبتك أنت وبرقبة بنتي طول العمر. فضل المشنقة على الرسم. ابرو سامحيني. سامحتك. شو عم تعمل عبد الحي؟ معلم هذا السافل ما بيستاهل. عبد الحي اتركه ورجع. عم تضحي بعيلتك وبنتك من شانه؟ اللي عم تعمله ما حدا بيعمله بالبلد كله. منلاقي طريقة تانية معلم. ما عاد في طريقة عبد الحي. خلي هذا الكلب يموت. لا معلم بدنا نعيش حياتنا مع اللي عملوا فينا هالكلب والواطي. مشان يموت بدك تروح عيلتك وبنتك؟ ما راح يموت بهالطريقة السهلة. عابد عابد فكوا. معلم خليني فتش بمصدر الصورة بجوز اقدر حدد محلها. نعم عبد الحي. وين انتو معلم؟ ما
معلم أنا بتصل فيك. شو عم بيعوي هذا الكلب؟ عم يسأل عن عبد الحي معلم. طلع فيني. إذا بتعملوا أي شيء هيك ولا هيك رح تخسروا كل شيء. كلكم رح تكونوا تحت أمري. معلم لازم نكسب شوية وقت معلم. إذا ما إجا خبر اعمل اللي بدك إياه. اسكندر مات؟ لا سيدي، مراد علمدار عم يدور على محل حجز مرته وبنته. عم تتصل بميماتي؟ لا تتصل على الفاضي، بيكونوا مسكوه من زمان. في شغلة واحدة بس لازم تحطها براسك قبل رصاصتي. شو هي؟ انت خلصت صلاحيتك، خلصت. شو ما صار يصير بدي علقك على هذا الحبل. اذا كان بماتي بايدك ولا ما كان، إذا كانت عيلتي ولا ما كانت، لمين ما بدك بيع حالك واعمل الخطة يلي بدك ياها. بدي علقك على هالحبل. أنا قلت لك من زمان ما بتقدر. قلت لك اسكندر ما بيموت. لو كان الأخ ميماتي معه كان هلأ قعد ساومنا؟ هذا كذاب، كل حياته كذبة، النفس اللي بياخده كذب. لك لضيفنا بالأول يا أهبل، أنتوا لهلأ ما تعلمتوا قواعد البروتوكول. وينو خالك؟ عم يحكي على التليفون خالي. ومع مين عم يحكي؟ ما بعرف خالي، بسأله بس يخلص يجي لعندي. ماشي خلي. شو ما شربت؟ شراب. أنا بقول لك ليش ما عم تشرب؟ طبعا لأنه الشاي ما بينشرب بلا سكر.
يا كبير. طبعا بتصير مثل السم. لك اخي ميماتي، لو قلنا لك تعال نشرب شاي مثل الاخوة ونفضفض لبعضنا ما بتجي. ها خد. طرشتني شبك. انكسر الشر. اذا بدك تفضفض دق يلا رقم على التليفون واحكي مع صاحب هالرقم زازا. انت ما بتعرفني، ما بحب الناس. بدي حببك، بدي حببك بالناس يا شرف زازا. انت منيح ميماتي بيك؟ جوهر ابني اللي راح تبع الضنضرمة ميماتي بيك ما بده يشرب شاي لأنه رئتينه هلأ بيكونوا انحروا. خدوا زوروا البراد مرة تانية ابن اختي. يلا باخده خالي. إذا بتريد ممكن تجي شوي، بدي أحكي معك شغلة. ما غريب إلا الشيطان. قول اللي بدك تقوله جوهر. خالي ما بيصير، إذا بتريد تعال شوي. خد اشرب الشاي تبعك وبس ارجع باخدك مشوار وطعميك بوزة. ايه ولك انت ما بتخجل على نفسك؟ ما في غير عم تناديني لعندك. خالي غلطنا غلطة كبيرة. خير شو القصة؟ خالي طلع ميماتي رايح لعند اسكندر لأنه خاطف مرت مراد على مدار، وميماتي بده يسلم حاله. ايه يعني شو صار؟ خالي ليش لنوقع بالنص؟ بعدين شوف ما أحلاها اسكندر بيك بيقوصه براسه ومنخلص. ايه اللي شو رأيك يعني جوهر؟ شو نساوي؟ أنا ما بعرف خالي، أنت المخ وأنا العضلات. عضلات؟ جبت لي قملة وحطيتها بحضني وبتقلي عضلات؟ معفن. فداك جوهر، أنت قصدك تخدمني، بعرف هالشي. جبت لي ميماتي اللي مثل الأسد لعندي لهون، وهلأ جيب لي الثاني مشان ألعب معه بالدحل. الناس كبيرة كله بدي يجي لهون. الله كبير. عبد الحي حددنا المحل. من طالع فرقة؟ أنتوا لا تتدخلوا، أعطيني العنوان. شو صار زلفي؟ لقيت المحل؟ لهنيك لهنيك. عابد انت خليك هون، اذا صار شي لا تقوصوا براسه لهالسافل، قوصوا برجله ببطنه، ما بدي اياه يموت غير بالمشنقة. انت بتأمره معلم. شو بنعمل هلا؟ Ha ha ha!
الحكيمه ماتي والحل طلع فيني زازا. رحت لضحي بحياتي للعدو كرمال مراد على مطار بدون ما يرف لي جفن. الله ما أذن مسكني وجابني لهون. تعرف أنا ما بفهم كتير بقضايا الآخرة، بس هالمرة فهمت منيح. مو المهم شو اللي بدي إياه وشو اللي بدك إياه، المهم اللي بده يا ربنا. إيه يعني؟ يعني بدك تبحني، بدك سلمني لإسكندر يتبحني، ما بيهمني أبدا. أنا تخليت عن روحي، الباقي عليك أنت. ترمي زهر مكتوب على طرف من الزهر مراد على مدار وعلى طرف تاني إسكندر الكبير. شو هالزهر ميماتي؟ ليش في زهر بطرفين؟ لا تاخذني بالعبطة وتتزكى علي زازا. انت ما عم تفهم، كل الزهر مغشوش، له طرف واحد، لما بده يجي على غير طرف بتدور الدنيا بالعكس، الزهر بيجي محل ما بده. ليك انت بتعرف انه اسكندر صار خصمي وانت كمان خصمي، بدك تقلي ما في فرق بين خصم وخصم؟ الشهادة لله. فيه اسكندر خصم وسخ، لا بحبه ولا بحب خصومته. أنا بحب خصومتك أنت، بس أنا حبي لمعلوماتك إله ثمن كبير. شو بدك؟ ها؟ ليك عم يقول لي شو بدك؟ جوهر أنا شو بدي؟ خالي أنت عم تقعد على الطاولة ها؟ شو ناقصك لحتى تطلب شيء؟ طاولة شو جوهر؟ هذا اللي عم قوله. أنا شو ناقصني لحتى أطلب؟ أنا سلمت روحي زازا وما عندي شي تاني أعطيه. يعني عم تقلي سلمني لإسكندر؟ سلمني لمين ما بدك. أكيد مراد على مدار بشي يوم بيسألك يا زازا، وأنت أكيد عندك شي تقوله. دخلت بمجموعة مراد عن جديد. أنا قتلت كتير من رجال مراد، ما حكوا لك. زادك شاب صغير على الموت. ميماتي عند زازا. شو له شغل عند زازا؟ ما بنعرف سيدي. هذا زازا عم يجبرني غصبا عني اقتله. قد ايه صار لي انا ما شفته؟ هلا اجى الوقت لحتى اقطع له قدمي.
بأي جهة؟ ماني شايف إنه في حدا هون. بجوز مشان ما يلفتوا نظر. الو ماشي انتو تصرفوا. شو صار عبد الحي؟ الكلاب هربوا لاسكندر وعابد منصابه بخطر. اعطيني تليفونك. الو اعطيني زازا هذا الشتبة بسرعة. مين انت وشلون عم تحكي هيك؟ انا اسكندر الكبير يا حيوان، قلت لك اعطيني معلمك. خالي هذا اسكندر بيك؟ مو هون، قل له مو هون. قال خالي ماله فاضي لك. ماله فاضي لي ابو ادنين؟ اعطيني اياه بسرعة عم قل لك. لا تخليني اجي لعندك. عم بحكي معك يا مجنون. خالي هذا الزلمة ما عم يسكت. قال يا تعطيني زقزة يا اما هلا بجي لعندك. اتركه يجي لهون. شو هالحكي هاد؟ انا ما بحسن اطلع على الجبل ولا اعمل شغلتين سوا. شغلتي صعبة كتير، فكر واحكي واعطي قرار قديش شغلة عالم دار صعبة. ها يا كبير، اسمعني منيح يا زازا، يا اما بتعطيني هذا ميماتي او بيجي باخده من عندك بايدي. بس انا اذا جيت لعندك ما رح اكتفي بميماتي، رح اقتل كل شي حواليك. شو عم تقول اسكندر بيك؟ اي ميماتي؟ لا تكذب علي ولك. عيب عليك اسكندر بيك، احكي بادب. زازا لا تخليني اجي لعندك. ها تعال تعال تعال. شو بدي خاف منك؟ لو متصل قبل نص ساعة كنت اجيت واخدت ميماتي. انا حليت مشكلتي مع ميماتي وتركته.
يا أخي كنت تطلبه قبل نص ساعة. لك أنت واحد أجدب، هذا عدوك كيف بتتركه يروح؟ أنت وصي علي شيء؟ أنا اليوم حابب حط وصي علي جوهري حبيبي. اتصل مرة ثانية. افرنك عني. أخي أنت سويت معي شغلة وأنا سويت معك شغلة، وحدة بوحدة صافينا، ما هيك؟ صافينا جوهر. يلا دبر سيارة لميماتي بيك وخليه يروح وين ما بده. خلي فيه سيارة البوظة إذا بدك. ابني عم قلك تصافينا، يا ليش ما بتسمع؟ روح يلا. ميماتي مثل العادة ما فيني ما أسأل، أنت بتحبني؟ ما بحبك. ليش؟ أنت بتحب الإنسان؟ الشهادة لله ما بحبه، بس أنا بحبه كتير. أنت كمان معك حق، ليش ضل إنسان؟ تتطلع على شكله هيك رجال طول بعرض، بتقول الله قديش هذا واحد قبطاي، وعند الجد بتلاقي واحد فافوش خله بيخرطي. يا خسارة لو ضمينا بعضنا قبل ما يروح من عندي، بلكي ما عاد شفته مرة تانية. ها إصابته خطيرة، غرفة العمليات جاهزة وأمنه دم احتياط. ماشي نحن هلأ طالعين. شو هاد؟ هاي بتسميها سيارة؟ شو مفكر حالك تركب بسيارة أحسن من سيارة خالي؟ هاي تليفونك كمان، روح الله يغفر لك. الله لا يوفقك يا جبار. لك ليش عطيته هاي الخردة لك جوهر؟ قلت لحالي يمكن تغير رأيك خالي، منقوم نروح منجيبه قبل ما يبعد. ها؟ جوهر ليش لحتى غير قراري؟ أصلا ما أخدته إلا بالزور. إيه حسيت هالشي، بالزور أخد قراره معناتها يمكن تغيره. مين هدول؟ ياكل حقه. انبسطت هلا جوهر بيك؟ افتح صوصة قلت افتح الباب.
جوهر إلا اللي يفتح الباب. خالي لك يلا صاصة جوهر يلا افتح لك شو منخلي الزلمة يموت على الباب. يلا افتح افتحوا له الباب. هات الساحة. خالي خذ هدول وريح حالك. ميماتي ميماتي صازا شغل بلا ما يجي نحن منحن الشغلة. معلم اسكندر السافل هجم على محل فازا. انت قريب؟ شو عم تقول ميماتي؟ انا جاي فورا. طيب ماشي معلم. اتصل بألبير خليهم يبعثوا دعم. ألو ألبير جوهر لا حدا يقوص على اسكندر. ها صحيح هو صار خصم إلنا بس هو عدو على مدار ولازم نمسكه عايش لحتى نهديه. ماشي خالي يلا يلا انسحب. حضروا فريق بسرعة طالعين. انت بتأمر سيدي. شو لوين هالبير؟ لازم اطلع بسرعة بس كان عندنا موعد. نلتقي بوقت تاني سيد ونصار. جرات حوالين البيت خليهم يفتصوا كلهم سوا. انت بتأمر سيدي. خالي وزع السلاح على الاولاد. ليش بقي في اولاد يا جوهر؟ خليهم ينفذوا بريشهم. يلا خليهم يعيشوا حياتهم لسه ما شافوا شيء.
يعني نحن نموت وهنن يعيشوا خالي؟ صحيح الحق معك، يعني بعد حشيشي ما ينبت حشيش، بس عم حاول كون انساني شوي. ليش لهلا ما فشروا هذا المجنون؟ سيدي روح اركب الهليكوبتر. اجمعوا الجرحى، يمكن يطلع حدا بيعرف شيء. معلم لا لساتهم مع اسكندر،